كان برضه يا جماعه في سنه 2000 كان منظمه الفاو كانت رصدت ميزانيه لمصر ان هم يعني ازاي ممكن نخضر الاسطح بتاعتنا، اسطح المنازل بتاعتنا علشان خاطر يعني الشكل الجمالي والحضاري. ودلوقتي على فكره برضو يعني يمكن في مبادره قايمه بيها الدوله واللي هي طلاء المنازل، اللي هي ندهن المنازل اللي هي لونها احمر، الطوب الاحمر، واحنا ماشيين على الدائري او ماشيين في اماكن مختلفه دايما هتلاقي في يعني بيوت هتلاقيها شكلها الطوب الاحمر مكملش ومن جوه شكل الشقه كويسه جدا، لكن من بره الشكل مش حضاري ومش مناسب لينا كمصريين. ففي لون موحد دلوقتي احنا ماشيين عليه، على الاقل حتى المنظر الجمالي الخارجي انا عاجبني جدا القرار ده جدا رائع، اللي هو ادهن اللي جوه زي ما انت عايز وسيب اللي بره يبقى كله لون واحد، فده بيدي بيبقى فيه هارموني كلها في الشكل. طب انتوا عارفين انا هقول لكم على سر، في كذا اجنبي جه مصر وقعد يمشي على الدائري وبيشوف الحاجات اللي يمين وشمال اللي هي الطوب الاحمر مع الحاجات العاديه بيقول لك ده انتابلو ارتستيك. ما تهزريش، اقسم بالله العظيم كذا حد اجنبي بيقولوا ان دي لوحه فنيه. طب لوحه فنيه، لوحه فنيه. اه متخيلين هي لوحه فنيه بالنسبه له هو جميله. ايوه بس انا بقول بس إن وصلت بس رساله من كذا حد، سمعتها من كذا حد عشان انا حسيتها وقلت انا مجنونه اكيد في حاجه. انت بس شايف هي بتتكلم بايديها ازاي؟ هي عايزه تورينا حاجه معينه، عايزه تورينا حاجه من طب، ما هي قاعده عماله بتتكلم بايديها تابلو ارتستيك عشان امبارح عشان عامله ايوه.